أبي، ما هذا؟ يجب أن أضعه في الماء. لا حبيبتي، من فضلك. أوه، هاتفي. حسناً، هذا كبيراً جداً، لنكسره. هذا يكفي، يجب أن نتجهز. هذا أفضل. ماذا يحدث هنا؟ فقط عودي للنوم يا عزيزتي. آه، حار، سأتركها تبرد. لا، توقفا. يبدو أنكما بحاجة إلى هذا. هذا هو الشكل الذي يجب أن تبدو عليه الطاولة. واحدة لك، وهذه لك يا حلوتي. حسناً، سأساعدك. ضعي هذا هنا. حسناً، هذا سهل. لا أبي، هذه مكانها هنا، ثم الملعقة الكبيرة. رائع، لقد فعلناها. رائع، الآن دعونا نأكل. هذا؟ لا، قلت لا. توقفي عن الصراخ. موزع مياه وعصارة برتقال. لدي فكرة. هذا ممتاز، لنصنع بعض عصير البرتقال الطازج. الآن دعونا نضعها هنا. انتهينا، أليس هذا لطيفاً؟ في اليوم التالي لنرى. أمي، هل يمكننا أخذ هذا؟ لحظة واحدة عزيزتي، ماذا عن المشروب؟ رائع، نعم من فضلك. رائع، الآن أين كنت؟ عيد ميلاد سعيد يا عزيزتي. افتحي عينيك. تمني أمنية. ياي، أوه عزيزتي، أحتاج إلى أطباق. عظيم. لا خيار آخر لدي. حسناً، كوب. فقط أغرف الكعكة في الكوب. أوه جميل، دورك يا صغيرتي. لقد فعلتها. مرة أخرى. أبي، أنا بحاجة للتبول. فقط اذهب بين الشجيرات بسرعة. المعذرة أيها السادة، ممنوع فعل هذا في الأماكن العامة. المعذرة. لقد انتهيت. في اليوم التالي. خذ هذا يا بني. لا مشكلة، أحضرت لك هذه. سنحتاج فقط إلى كيس البلاستيكي لوضعه بالداخل. الآن خذها واذهب بين الشجيرات. لقد انتهيت يا أبي. عمل جيد يا ولدي. الآن سنرمي هذه هنا. طاب يومكم. انظر ماذا استخدمنا اليوم. هل يمكن أن أستخدمها أيضا؟ بالتأكيد، تفضل. شكرا. هل رأيت هذا؟ ها هي الكعكة. أوه لا، هناك أحذية في كل مكان. لدي فكرة، انظروا لرف الأحذية هذا. عزيزتي، ضعي حذائك هنا. هذه فردة، وهذه أخرى. رائع. مرحبا. أبي لا. هذا صحيح. هنا، سأساعدك. عمل جيد يا حبيبتي.
لهذه الفوضى. أبي، لقد وجدت شيئاً. هذا لا يمكن أن يستمر. لحظة واحدة، لدي فكرة. حبيبتي، هل أنت مستعدة للمغامرة؟ ما الأمر يا أبي؟ إنها عدة حافر. واو، رائع. ها هي أدواتنا. هل هذا للتلويم؟ رائع جداً. ها هي مهمتك الأولى. دعينا نعثر على الأحجار الكريمة. افعلي هكذا، هكذا، وتخلصي من الزائد. دعني أحاول. هكذا. هناك شيء، استمري. ياي، لقد نجحت. واو، هذا رائع. عمل جيد يا صغيرتي، أنت عالمة آثار. لقد حصرتكم. صغيري، كفاك لعبا، حان وقت الاستحمام. لا لا، هيا. انظر، الماء جميل جدا. أمي، توقفي. إنه متعب. ماذا يحدث هنا؟ انظر بنفسك، لا يريد أن يستحم. ولد شقي. نظف هذا واستحم، هيا. هذا ليس عدلا. أعرف طريقة ما. عزيزتي، انتظري، دعينا ندعي أن هذه قنبلة. انتهيت، لنرى كيف سيسري الأمر. هيا يا بني، انظر لهذا، إنها قنبلة. أوه لا، ستنفجر. أبي امسك. لنضعها في الماء. هذا رائع. يبدو أن الخطة نجحت، أليس كذلك؟ مرحبا أبي. يا إلهي. يجب أن تنظفي أسنانك. خذي. لا، عليك تنظيفها. لا أريد. لدي فكرة. انتهيت. عزيزتي، تعالي هنا. نعم يا أبي. هيا لنلعب لعبة. عليك إزالة كل التسوسات بفرشاة الأسنان. دعني أجرب. هذا ممتع. جربيه الآن على أسنانك، هذا المعجون سيساعدك. تمام، نفعل ذلك. أرأيتي؟ عمل رائع يا صغيرتي. شكرا يا أبي. أنا غارقة في العمل. ماذا؟ من أين جاء هذا؟ مرحبا أمي. أبعدي يداك. يمكن أن ينتظر العمل. سنغسل يديك. هذا ما سنحتاجه. أولا صابون غسيل الأطباق، ثم بعض الماء، وأخيرا بعض الفلفل. نسكب بعض الماء على الطبق، ثم نرش القليل من الفلفل على الواجهة. الآن أعطني إصبعك. حسناً. الآن ضعي إصبعك في الماء. مستحيل. هكذا تتفاعل الجراثيم مع الصابون. الآن بعد أن غسلت يديك. لذيذ. أبي، أريد فطيرة على الغداء. غداء؟ لحظة واحدة عزيزتي، لنصنع لك شطيرة. سنحمصها أولا. لا، لا بأس، لا بأس، لقد احترقت. لا يوجد شيء هنا. ماذا عن غدائي؟ لا تقلقي، سأعود حالا. تعالي وانظري، نحن فقط بحاجة إلى مكواة وورق الألمنيوم. الآن سنصنع الشطيرة، الجبن والخبز. الآن نغلفها. أخيرا سنقوم بتحميصها. انتهينا. رائحتها زكية. تفضلي يا صغيرتي.
أبي. إنه عيد الهالوين. هيا تعالى. عزيزتي، لا يمكنني نزع هذا. دعني أساعدك أيها الممرض. هناك. أوتش. أمي، لا يعجبني زيي. إنه كبير جداً. آه، لدي فكرة. هو ليأخذ كلاكما مقصاً. الآن نأخذ أوراقاً ولنقتص أقنعة. حسناً، يبدو الأمر ممتعاً. انظرا، لدي نظارات. وأنا صنعت قبعة. أنا ممتع جدا. هيا يا فتيات، لنلتقط صورة سويا. التحضير لهذه الحفلة يقودني إلى الجنون. بينما هو، إنه جالس فقط لا يفعل شيئا. هل ستساعدني لمرة واحدة؟ انفخ بعض البالونات. أوه حسناً. هذا لا ينفع. أعرف من سيساعدني. لحظة واحدة. انظري يا حبيبتي، لدي لعبة لك. فقط اضغطي على المقبض وسيلتصق البالون. رائع، هذا ممتع. استمري في ذلك يا ابنتي. أوه، إنها قادمة. أوه، شكراً للمساعدة يا عزيزي. صغيرتي، أتريدين اللعب؟ وقت الغسيل. ما هذا؟ لما هذا المال هنا؟ وفي الجورب أيضاً. إنه في كل مكان. هذا غير مقبول. يبدو أن طفلتي تحتاج لتعلم درس. نعم، سأسرق كل الألعاب. حبيبتي، هذه أمك. انظري. أمي؟ عزيزتي، لا يمكنك ترك المال في كل الأرجاء. إنه في كل مكان. قد يسرقها شخص ما. آسفة يا أمي. أتمنى أن تكوني قد تعلمت الدرس. الآن جلبت لك هذا. واو، رائع. هيا، ضعي النقود فيها. أحسنت يا صغيرتي. الآن هذه مكافأتك. ضعيها. حقاً؟ هذا رائع. سأضعها هنا. أنا ممتع جداً. أنا أحب لعبتي الجديدة. مرحباً أعزائنا المتابعين. ألم يكن ذلك ممتعاً للغاية؟ ما رأيكم في هذا الفيديو؟ هل لديكم أفكار خاصة بكم؟ إذن شاركونا إياها في التعليقات أدناه. وإذا أعجبكم هذا الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتنا.